ماذا لو إلى أطفال غزة من أطفال مصر؟ عايزة أبعت حاجة لأطفالنا في غزة. رسائل من أطفال صعيد مصر، تحديداً من بني سويف، لأطفال غزة في فلسطين الحرة الأبية. الرسالة دي لأطفال فلسطين، رسالة بتمنى توصل. غزة الحبيبة عذرنا، إحنا بنحبكم وزعلانين عشانكم وبنصلي لكم كل يوم. إحنا بنحبكم وما تخافوش، إحنا معاكم ووعدونا وعدوكم واحد. أعلم أنكم تعانون الظلم تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأعلم أن الوطن وطنكم وليس وطن إسرائيل. أرض أجداد جدودنا أنها أرض جميلة. يا ريت كنا نقدر نيجي نساعدكم. فلسطين عربية. إخواتي ما تخافوش وما تزعلوش، أنتوا أهل الحق. بس مش ناقصني حاجة، ناقصني أرجع بيتي. ما تخافوش، إحنا بنرسم فلسطين شبر شبر وعالم فلسطين لحد ما ترجع الأرض كلها لينا تاني. قصف بيتكم؟ زاروكم؟ في حدا صار له إشي من عيلة؟ مين؟ استشهدوا. وانا دايما بحاول اساعدكم. احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نحاول نساعدكم. واحنا بنقاطع المنتجات اللي دعمها اسرائيل وامريكا ومقاطعين منتجاتهم. يا رب خلص الحرب وكل شخص يرجع على بيته سالم. يا رب احمينا من الحرب، كل شيء يرجع كما كان، وجميع الاشخاص ترجع الى بيوتهم سالمين وجميل. ما تخافوش، انتوا هتكبروا وهتكونوا انتوا المستقبل، وهتكونوا حاجه اكبر من العالم. اخواتي ما تخافوش. لا تخافوا، لا تخافوا، لا تخافوا، لا تخافوا، ما تخافوش. دافع عن بلدك، احنا معاك وفي ظهرك. عافر يا فلسطيني، اجتهد يا فلسطيني، ما تخافش، احلم. From the river to the sea Palestine will be free. ان الشر لا ينتصر. الحمد لله يا جماعه ان الله سقانا من ماء المطر. ربنا يكون معاكم، مش هيسيبكم خالص. مو احنا مش هنسيبهم وهنفضل جنبيهم ومش هنخليكم تيجي جنبيهم تاني. يا رب ينصر فلسطين واحنا معاهم مش هنسيبهم. كل الدنيا مضطرة للحرب حتى البسة. لا تخافوا ولا تحزنوا، ان الله معكم وسينصركم. يا رب يسوع انصر فلسطين ان بيحصل فيهم ظلم. كانت حبيبة دايما تلبس فساتين وتمشي وحط لها مكياج ملاب معاها. حبيبه قصف عليها الدار واحنا كنا معاها، ودارت من القصف واستشهدت. يا اطفال فلسطين لا تخاف، الله سوف ينصركم على عدوكم وتتحقق احلامكم. اوقف الحرب والحرب هيخلص. يا رب توقف الحرب، وبكوا اكيد هتتحول فلسطين. حبيبة عذرا ولا ما تخافوش، ما ده نيجي نساعدكم. مقاطعين منتجاتكم. اوقف الحرب، اصبروا. يا اهل فلسطين شدوا بعضكم في قلبي يا اطفال غزة.